ما هو التوحيد؟ Vad är tauhid och vad är definitionen av tauhid? قد يسألك سائل يقول هل أنت موحد؟ Det kan du bli spurt, är du muahid, en som tillber kun Allah? تقول نعم أنا موحد. يقول اشرح لي التوحيد. Han, du säger till honom, ja, jag är muahid, jag är en som tillber kun Allah. Så blir du spurt, förklara mig vad tauhid är. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. Tauhid är att engör Allah subhanahu wa ta'ala, de tre typerna av tauhid. إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. أمور خاصة بالله لا يشارك في أحد. دار also in your Allah سبحانه وتعالى ده سوم تلهر كن هم. توحيد الربوبية. توحيد إلى in your Allah سبحانه وتعالى هانس حرسكاب. ما هو توحيد الربوبية؟ هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله الخلق الرزق مثلا نعم. توحيد يهرسكاب ده بتير in your Allah سبحانه وتعالى هانس هاندلينجر سون سوم سكابلسة وغ وفشرقة. نعم الثاني توحيد الألوهية توحيد العبادة إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى ونمر تو توحيد إي تلبيلسة والله سبحانه وتعالى دي بتيرو إنير الله سبحانه وتعالى ألف فورم فو تلبيلسة. نعم الثالث توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته نمر تري أرو إنير الله سبحانه وتعالى ينس نام وانسان أتريبتر نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. في بكرفتر all det Allah سبحانه وتعالى بكرفتر for seg selv og det profeten صلى الله عليه وسلم بكرفتر for han fra navn og attributter. ننزه الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن الخالق الكامل يماثل المخلوق الناقص. Og vi opphøyer Allah سبحانه وتعالى fra å bli sammenlignet med sine skapninger. نؤمن ونصدق ونسلم ولا نسأل كيف أو لما والله أعلم. Vi tror og vi overgir oss til Allah subhanahu wa ta'ala, og vi spør ikke hvorfor eller hvordan er det sånn. Allahu alam.